رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الإمام أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله تعالى: باب تمام التكبير. حكسب سنة هي تمام التكبير أي إتمام عدد التكبير. تكبير تا عدد كذا أو لما يستروه صلاة الأحداث. تكبير تا الله أكبر صلاة بوده إذا أنت تكبيرات إيكو صار أورت صلاة دا. إن سيدي هيد ولا إمادة الله تام يلو ولا نسخة منين صلاة دو هدي صلاة ثنائية لبرع أو تكوبا صبح أو كالي أي تاي كوية تون تكبيرات بيريدها وهلكي الركعة با شن تكبير بيريدها ركعة البوا شن تكبير لكن لو قدر تكبيرة الإحرام كوي تمن تكبير بين غنايا لبدي ركعات. أما صلاة المغرب كي ثلاثي جاء هذا هو تدوية تمن تكبير ردوي والله صدح هذا ركعة ركعة وربا وشن شن يتمن وي حال قدر يا تكبيرة الإحرام يا تكبيرة القيام إلى ركعة ثانية ركعة الله بعد ما كل واقع عيو يا تكبيرة الإحرام كي لو قدر تدوية تمن بين غنايا صلاة الرباعية ده أيوه حين نقول أيام أفرت رك عضوت لباتن تكبير رك عضو ربع من شنة تكبيرة الإحرام لقو دري هي تكبيرة القيام ركعتين ما كان لباتن إلا بين نقول أيام ما كان سكوت دارو وحين سكوت نقول أيام شطة صلاة ضوت 94 تكبيرة سجاشن هي أفر تكبير الله أكبر يا كوجر الصلاة عشان تي مكتوبة ذي فرض كاه تكبيرات كمرك إلا إلى ريو الله قم يستره أيوة هذه هي النبي الراعي صلى الله عليه وآله وسلم علماء الجمهور توعيوا بدنيين اذكر راعي مو بدنيين بقى إن تكبيرة الإحرام أي الركن تهاي أنت كلنا أي سنيين ما خلا الرواية عن الحنابلة رواية عن الحنابلة ده وحي قبان جميع تكبيرات الصلاة إلي تهي واجب إلي تهي بقبان أيوة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد ابن زيد عن قيلان بن جرير عن مطرف قال صليت وحان تكلم له مطرف انا عنيدا يا عمران بن حسين رضي الله عنه خلف علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب ابو الحسن امير المؤمنين الهاشمي من عم رسول الله رضي الله عنه وارضاه يا كدبت كنبي خلف علي بن ابي طالب فكان وحوها علي إذا سجد مركو سجودا يكبر الله أكبر بوليشري وإذا ركع مركو ركوعنا كبر الله أكبر بوليشري وإذا نهد مركو هنقرا من الركعتين لبدا ركع ضوضه ورا مركو كي استاغ تحياتك كوبادنا كبر الله أكبر بوليشري فلما انصرفنا مركا قدونا صلاة كبحناي أخذ عمران بيدي بوليه من كان لي مطرف بن عبد الله الشقير بحوليه وحق عن تقبتي عمران بن حسين وقال مركز وحيقول لقد صلى لو الله قد صلى وحونة تجي هذا مكن وعليا قبله يعني صلاة هذا قهر أن تكني هذا قصب عني أو قال لقد صلى بنا هذا مكن وعليا وحونة تجي قبل صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي محمد صلاة دي جبل تجيه وكتكبيرات كاسيني أهد هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلينا رضي الله عنه نبي كسو قوريي صحابي عمران بن حسين الشاهد ونقضي عمران بن حسين أي عدينا يا حديثك. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا أبي عثمان وبقية من الوليد الحمسي عن شعيب ابن أبي حمزة دينار عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بائي والرمي وأبو سلامة لبضب وحكمدهين فقهاء السبعة في عصر التابعين على خلاف في كليهم لبضب أبو بكر يا أبو سلمة لبضب خلاف تبضب ما كبضب متكيك الجرة يا لسكوها يا أسألي يا سالم وصدحكوا لكن فقهاء كمدهين تابعين تكبار التابعين أيه وأدرموا ويان أن أبا هريرة أبا هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر كان وحوها يكبر كي كبارته يعني الله أكبرها في كل صلاة صلاة والبا من المكتوبة فرض كميدة إيه وغيرها غير المكتوبة صلاة عن فرض كهين
انت الله اكبر الله اكبر الله اكبر تكبيرات الانتقال بلدها وهي ان سمع الله لمن حمد كاهين انت كره يكبر وكبارنا حين يقوم مكة هرية وكعية تكبيرة الإحرام الله أكبر بكل جلائي والركن ثم يكبر وكبارنا حين يركع مكة الركوع أيوه ثم يقول وحديث لسمع الله لمن حمده إلهي هم مقرها أجيب وقف كحمدية ثم يقول ربنا ولك الحمد مكة سنع المستاغه قبل أن يسجد أنتم سجود كهرب أنت لي من جري ثم يقول كذب وحديث لي الله أكبر حين قرت يهوي وهو من أيوه ساجد الحال من سجود أيوه ثم يكبر وكبارا حين يرفع الرأس مركو مدعي سيا يرفع الرأس ومدعي سأو سجود كوبات وككعاي ثم يكبر وكبارا حين يسجد سجود الله مركو سجود أيو ثم يكبر وكبارا حين يرفع الرأس سجود الله مركو مدعي سكره وسوقها أيو ثم يكبر وكبارا حين يقوم مركو كعاي من الجلوس فبرا في الثمتين لبدا الركعة ولي هوري أتحيات وككعانا الله أكبر بكو عجري فيفعل ثم يكبر حين يقوم من الجلوس هل كان سيوح إليه قيامك بتحياتك ورمك الله ما ظلك عايو تكبيرته ما كان سوى الوسي استاغي وحي الوسي استاغي الله أكبر الله يا هو هذا اللي فوق هذا أسبوع أيام مركو استاغي وكذبوا الله أكبر لي إيا الله أكبر تبا لسي جيري يا إلهي استاغي رواية عن الله يدريش ثم يكبر حين يقوم مركو كعايو من الجلوس في الثمتين لبارع عضو ظهوري فيفعل ذلك سيدا سكس عن جري ويالي جري في كل ركعة ركعة والبابا تكبيرات قاس الله إبان جري أبو هريرة حتى يفرغ إلى يكبر من الصلاة صلاته ثم كذب يقول وحين حين ينصرف مركو الصلاة كسر قدوه والذي نفسي بيده هداية عمران بن حسين وكي علي كل عرتين صلاة نبيه تجيه هدنا أبو هريرة عارم عليها صلاة تجيه يوحوليها إني أنيغو لا أقربكم كي نقول دوان بلنبعنا شبها إكانشها بصلاة الرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة النبي صلاة النبي عليه السلام إكانشها الله إكاذو أما صلاة النبي الله إكيسي صلاة لتكنا كي نقول إكيسي بلنبعها يقوله صحابة أرده ويبيتي وصومر أبو حميد أبو حميد ساعدي أولي أنا أنيغو أنا أعلمكم لصلاة الرسول الله ولكن قفوا المبط قناعة إيا كالسوني دعو كقبو سيدو عناية اهتمام السيه صلاة النبي قولة سبورية كرسولي دا سنوه بعضين ايام اي معها فهم ان كانت هذه انه شانية كانت وحية هذه مدني اين تتيي لسلاة النبي صلاة ديس عليه السلام حتى فارق الدنيا انه كانت هذه لسلاة حتى فارق الدنيا الى الدنيا دعو كفارقه او كان انت رسولك صلى الله عليه وسلم قال ابو داود حيي هذا الكلام الأخير هذا كان ضمبي إن كانت هذه لسلاته حتى فارق الدنيا انت ضمبي يجعله مالك مالك بن أنس إيه والزبيدي محمد بن وليد الزبيدي إيه وغيرهما وحيكبغين عن الزهري الزهري من اللغولي عن علي بن حسين أو مرسلة يعني مرسلة حالي هاي أو مرسلة إيه كبغين ووافق عبد الله على عبد الله على صار ووافقي عن معمر رسول كوريي شعيب ابو وافقي شعيب بن ابي حمزه ايو وافقي عن الزهري زهري سو كورنا ايو مكا وها ويار ارددي الزهري ايا هذا لا هذا حديثكم مرسل با مسوا موقوف موصوله او مروه ابو هريره رضي الله عنه مرسل تاس هذا حقوقه دا يعني انقطاع وحي لدي جري انقطاع اهم ان ابو هريره ان شيغن اما موخوها لغا دغو موقوف على ابو هريره ابو هريره موقوف كو اساس ويان مك روايه شعيب عن الزهري وحا وافقي ومتابعيي معمر ايا متابعيي مركا وافق عبد الله عن معمر شعيب وافق راس مفعول كده هو شعيب معمر عبد الله روايه معمر وكورنايو ومعمر بن راشد الازدي هي شعيب بن ابي حمزه عن الزهري بكوريه سيدا مالك الزبيدي با عن الزهري عن علي بن حسين عن علي بن حسين اما روايه معمر هي روايه شعيب بن ابي حمزه ايغو حويان ابو بكر بن عبد الرحمن وابو سلمه ابو بكر عبد الرحمن وابو سلمه عن ابي هريره قال حدثنا محمد بن بشار بن دار وابن المثنى محمد بن ابن المثنى العنزي ابو موسى قال وحيرا ان اخبرنا ابو داود اي نور قال اخبرنا شعبه عن الحسن بن عمران قال ابن بشار سوحي الاشامي
الحسن بن عمران الشامي أيجري ابن بشار محمد بشار. قال أبو داود حي أبو عبد الله العسقلاني يسار قدري عن ابن عبد الرحمن بن أبزة بكور رمي عن أبيه أبيه سعى عبد الرحمن أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متكلي وكان الله يتم التكبيرة تكبيرته مون التامير جرين وكاسا أبو داود بروش يدور وكان الله يتم التكبير تكبيراتي كوية طوان كهيبا كي ثنائية للضوء مركي لقاها الله يرباء ثلاثين سدحية طوان مركي لقاها الله يرباء يدنا لبي الله واتن قاري السي وعليه وكان الله يتم التكبير. قال أبو داود حير معناه وحلوج إذا تكبير تمتى ميرجين وحويه إذا رفع الرأس من الركوع مركو الركوع ذا ومدعي سكر وقعه الله أكبر ما شاكو مجرته رفوع مكر وقعه إذا رفع الرأس من الركوع أو أراد أو دورا يسجد إنه سجود لم يكبر تانو وركب مدوي مدوكو خلافي جمهورتي سمع الله وإذا وعلى قرتي لكن أراد أن يسجد لما لم يكبر ما كسجود الله ومانا يحصام الرأي الله أكبر من الرأي لكن رواية هذا صوم الرأي وحوليه لم يكبر وإذا قام من اللبات وحوي وإذا قام من السجود سجود ما كوكك عينا بين السجدتين لم يكبر لبلا سوك صور ريبي مركا لبلا سوك صور ريبي لكن أيضا ما رواية الجمهور بخلاف سنة هي أكثر طرق الحديث حديث دروغي ست سبلاه حويا إن لبلا وتكبير ليهين أصوم الرأي حديث عمر بن حسين عن علي وكورنا إيه إيه رواية أبو هريرة قصدي سي أو لها إن لقبكم شبه بصلاة رسول الله بعض الحكوسة بسنة كيف يضع الركبتين كيف حال سيديه يضع حال ديبه ودتشنا يا الركبتين لبدي يسلو قبل يديه قعمها انتو ندتشين وكي سجود الله صحابنا ومسألة الخلاف كهيد صحابة دوبا لما الرواية ذكر الدول أي كرونا إيه ملويها الله أرمرين مسا قعمها. قال حدثنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا الشريك شريك وشريك بن عبد الله النخعي القاضي وحاول فيه مقال هو وهمية أي الوشيغة وحتى حديث كبيراية الإسراء والمعراج وأكيد رواية صحيحة قصورة مسلم خلاف سنة رواية يمكن بخاري رواية مسلم ما انت بخلاف ربنا هو خلافي شريك بن عبد الله هو يناورنا عن عاصم بن كريم عن أبيه عن وائل بن حجر قال وائل بن حجر رضي الله عنه رأيت النبي عليه السلام عن أركي إذا سجد مكو سجود وضع ركبتيه لبدي سلوه دجنجر قبل يديه قعمها عرطه انت قعمها هنا بقانين لو يهور مرنجري وإذا نهض مكو كعينا رفع يديه قعمه سوكر قارجر قبل ركبتيه قعمها انتو لو يها قادم قعمه قارجر صغع أبويه عسكر عيا وكاسي لو يهور راع جرين حديث كاس ضعيف ويانا وهمي كاس شريك بن عبد الله النخعي القاضي أيارا خلافه سر رواية صحيحة ما إمام دون طمر رواية أبي هريرة إنه نبي حتى ورنت أقف كت المامي إن لشبهي نذجيلة ويناهين لويها إلا هرمر يقعمها أي تهي وفك الدبكة عذر دار له ويكو أبك تهي إلو قعمها هرمر يو وارن كالي وبكة قعمها دمالي. قال حدثنا محمد بن معمر قال أخبرنا حجاج بن منهال قال أخبرنا همام أخبرنا محمد بن جحاذ أبو جر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث صلاة حديث كي كسر صلاة صلاة صوم الرأي وقال فلما سجد مركو سجودا وقعتا ركبتيه وقعتا ركبتيه واتي وحاوية لغة كلون براغيث كي ويان وقعتا وقعت ربتا ويبش بها وقعتا فعلك فعلك بموج هو فجي لما يسلو بعض عاي الى الارض ذلك قبل ان يقع انت ربعين كفاه قعميس انت قعمها ذلك بيغانين لويه ايو هرمريي ايو ليه ماكو رواية وائل هذا صام الرأي ايو دريق خلو هذا كوكينا من رواية محمد بن جحاذة. قال همام حيري واخبرنا الشقيق شقيق بعض ناور رمي سيدا محمد بن جحاذة ونغو الرمي وهمان بالله الشيخ له محمد بن جحاذة هي شقيق شقيق أصلا أبو ليث آه مركا يا نغو الرمي قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا أي بمثل حديث محمد بن جحاذة وحا مطابعين هي شقيق وفي حديث أحدهما لبضاس اسم مطابعين سوى محمد بن جحاذة شقيق أبو ليث كاسي متكون حديث كيسا وحا كسوغا
وأكبر علم بوليه مهمان وحان أدعو أبو مالينا يا أنه في حديث محمد بن جحادة إن حديث محمد بن جحادة يهي وحال صعوته زيادة وإذا نهض مكوه انقرى يوك عاي على نهض وكعجري على ركبتيه لبدا لو واعتمد وحال اعتمد وعسكري على فقيره بوذنة انتو بوذنة صعو عسكره يدينا كعجر نهض على ركبتيه تارى عصام الرأي يديه. قال حدث حديث كان ضعيف ويان قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن حصب عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن العرض عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحجر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي وحجر إذا سجد أحدكم حكيمكم سجودا فلا يبرك يونا الرومان أو فريسان كما يبرك البعير سنيف جيرا أو فريستوكا أو فريسان سيئي مركة وليضع يديه قميص هرت هذا شيء قبل الركبتين لم يسل لو كار حديث كلام مركا يا حديث كهاري وائل بن حجر بس كهاري معنا يا رواية وحيلين هاي لا يبرك كما يبرك البعير رتيجة مركو فريسرا ينف الجيرة أصو الله بدأ الدين هارو يهار مريا أو كفر يستع لا بدأ الدين وحيك اللي جاي يسيد قعمية أو كار بن آدم كه مركا قعمها بن آدم كه أو كلوه لكن عبوك الدوين عبوك الدوين لو يها بعيركم والله ما ظهره لكن آدمها لو يه سلوه كيالا لو يه كيالا ما كتشبيها وحويان لو يها دجان صور رتيك هرت هارو دكتي أو لو يسا أدي أنا لما ظل وقت أو لو يها هار مارين من إيه ترى كوفة سريسا وليضع يديه قبل ركبتيه توا تفسير فلا يبرك ما يبرك البعير وليضع يديه قبل هار ماريو قبل ركبتيه لو يها يتون هار مارين رتيك لو يها هار ماريو أو لو يسا هارو كويا لو يسا أديك ما رت لو يها هار مارين قعمها هار مار سويا سيدا ويان عديد كتدبع فصيري ونقاش دير بقريا الإمام المقيم رحمه الله في زاد المعاد آد بودود وقلنا يا وحوليه دير رتيك الله بلا هارو ركتي أديك الله بلا هارو ركتي أديك الله بلا هارو لو يها هار ماري حديث كوائل من حجر من حجنا يا لكن حديث كسراب فصير عيابا وليضع يديه قبل ركبتيه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل قال أخبرنا عبد الله بن نافع أن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن نعرت عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي وحجر يعمد وحكم حتف الاستفهام إنكاري يعني حتف يعمد أي يعمد مقست يا أحدكم حتكين في سلاتي سلاتي سجده هذا يبرك إن أفر يستمي وقستي كما سيدا يبرك الجمال ارتق فريسته ارتق سوء فريسته لو يها وغاري لو يها وغار باب النهود في الفرد وكسا بسيء النهود إلا هنقضه بعد الجلوس فبي يركدب إن هذا الدب لو أمقى الله هنقضه في الفرد في صلاة الفرد أو في ركعة الفرد ركعة وتركعة صلاةها ثلاثية يرباعية أيو ثنائي ورقعة هرابة أنت وإلهنا وتر بكجرة مركا رقعة والبولة تحيات كدن بينين رقعة والبولة تحيات كدن بينين مكي سجودة لغاكا عو ما حقوة تيلير فريستو حكا ديرسال الله فريستو لسي أم بقاضي ولا كعي ميسا سجود لغاكا عيب هنا لو سيستاغا يوان مسلو مركا علماء دون عيكا هدلان جلسة الاستراحة يكون مغا عابان علماء دو وقار كوت مسلا دا عيادا ويقابان سيدة الشافعية دا يا كميدة يا الحديث كه أسوى أحمد إيه الرواية لما الرواية وليه هاي بعض العلماء وديديه وعليهم جلوس كاسية سلسة السراحة وحكوية من حالة قفك عصلاني يا نبي عليه السلام وكبير جلالة دك دقين السجود يا قيام كي فإني قد بذنت بذنت وان عصلاني قفك عصلاني يا مركو عصلاني أي مركو سجود هركك عايه وكعو إن وحبها يا حلو وملك كي عسكبه دراء ويستاغه كاسي كسو عرورتي مع سنة مستقلة إننا نهينا حول الدليل انت افعال الصلاه كرهن وحي لهداي ركن والباء يفعل وبابا ذكري اغاره ولا سميه لكن جلسه الاستراحه وحب ذكري ما لها وهذا الدليل اننا واحد جلسه مستقله لنا حينه حقوق فاصله لو استاغاي ونايتها مركا ومساله اسكو هيان لكن حديث كسيده سو صوتا روايه مالك بن حويرث وكدوه الروايات انت بدل رواده سيغار اسغ روايه سوا لو ولو تخغليا حي لو نيك ورينايا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أسأل الواركي وحكى الواركي منك عمر بن الجرمي
أصغر رواية عمر بن سلمة الجرمي أصغر وين إمام دونتا لبضة باء ونك سوى ير وتدل جيرة إمام بلغت لقاي رمي تازو حيث سيزا مركا إينا يجير تجلسة الاستراحة هذا بالشافع بحب. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال أخبر إسماعيل يعني من إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم من مقصب المعروف بابن علية لو يقاني ابن علية عن أيوب ابن أبي تميم السختياري عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال وحجر جاءنا وحنو يمد أبو سليمان مالك ابن الحويرث مالك ابن الحويرث كيديس أبو سليمان إلى مسجدنا مساج كانوا نو يمد فقال مركزه وحجر مالك ابن الحويرث والله ما قد أرتى إني أنا ولا أصلي بكم وإن تشريا وما أريد صلاة صلاة مدونا صلاة حتى أن دوني أما صنع أما فرضها وقت يدي أم ديارها مجرته وحاولت كرايا ولكني أريد وحان دوني أن أريكم أين أنا تصور كيف رأيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم صار رسول غوارك يسلي سوء تكرايا صلاة التعليم يا إن باري ربا وحيو سيد فعلة أو أبلوقتا يا صلاة إذن إني تجين سيد صلاة النبي عضو برطان لأنه دردارك النبي صلاها أو يرسلوا كما رأيت من أصلي تيبوا فعفنا إياه. قال وحجري أبو قلابة قال وحوت أيوب قال أيوب وحجري من أبي تميم قلت لأبي قلابة وحنكويري كيف صلى شيخ سمارك بن حويري سحابي صلاة نبقى إني تجيب وكي يدي سيدي تجيب كيف صلى قال وحجري مثل صلاة شيخنا مثل صلاة شيخنا شيخ مغن أريقا مغن هذا كنا يعني عمر بن سلمة عمر بن سلمة أجيرا إمام أو إمام كوديا أبو قلاب الجرمي قوس كرير جرميا ميلو جو عمر بن سلمة من كر إمام كمان قناعي مرجع شيخ أنا جن أو عمر بن سلمة سو ماتو تيو كره أيو ماتو تيو مالك بن حويري نيجي تدور جركها إمام تي إمام كنا قلنا هذا الشيخ خرا عليه وذكر أنه كار يقول وذكر وحوشة أنه عمر بن سلمة ذكر وحوشة أنه عمر كار إنه إذا رفع الرأسة مركو ماذا حكروا قال من السجدة الأخي آخرة ركع سجود الدم قدم بيسو في الركعة الأولى ركع دقوها الرئيسو سجود قدم بيسو مركو سجود حكا دم بي استاق سومهن قعد ويفر يسجري ثم قام كسوك عجري وطابك الجلسة يا سوى حالنا جلسة الاستراحة استراحة ويانا حلو قفك سجود كسوك عينتو مركالو وكعلها حلو كير مصن هكا يروي مسجد يرى كدبو كعايا مكر ولا حد ولا سحابي ومارك بن حويري في عمر بن سلمة الله ربا جلسة الاستراحة يسكن راعين هنا يجرته قال حدثنا زياد بن أيوب أخبرنا إسماعيل ابن إبراهيم بن علية عن أيوب ابن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة الجرم عبد الله بن زيد قال وحير جاءنا وحنوي بن أبو سليمان مارك بن حويرثها إلى مسجدنا مساج كانوا نقيم فقال وحير والله لا قد أرتئني لو صلي وإن تجنيا وما أريد صلاة صلاة من دون أيو التعليم إيه أنا براو بعربا ولكني أريد عن دون أن أريكم أنا أنا تصو كيف حال سيدي الرئيد الرئيد كواركي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلي وتكراي قال وحي فقعد وحوف ليست في الركعة الأولى ركعة دي كواد حين قرتي رفع الرأس ومدعي سككر قاري من السجدة الأخيرة الأخيرة سجود قدما يسرع عدي كواد كسو كعي ورعد لأدنو كعاية هيد يوحي الفريستي انت سوى جلسة لسي قال حدثنا عن مسدد أخبرنا هشام بن بشير عن خالد الحذاء بن مهران عن أبي قرابة الجرب عن مارك بن حويرث أبو سليمان رضي الله عنه أنه رأى وحوار كالنبي النبي عليه السلام إذا كان في وتر وكا في فرد باب النهوض كيف فرد النهوض في الفرد إذا كان في وتر وتر ركعة حيك سورة وذا ركعة كولات بكل لبغوه رباعية له هي ركعة السدحات مركل اللي بغور هذا على استغاية وتري هي ثلاثية ركعة كوبادة ثلاثة عدد حياة الأول فلسطين هي ثنائية ركعة كوبادة إذا كان في وتر وتري هي تراس دارة من سلاتي سلات ديساء مركو اللي ما ضعوا التحياتك التحيات الحين التحيات الحين لم ينهل مين قيجنا مك عجين حتى يستوي قاعدة إلا وكئكا وقاعدة الحالية مد فضيه هو فضيه كعاده ما كان بعده كعجري وهذا دليل على استحباب جلسة الاستراحة إن مستحب تهاي أي تسيسا نعم قرب جدا أنا في ذوق عليه باب الإقعاء إقعيه بكسب سني هاي بين السجدتين لما السجود أحضر فبدأ إن لا فريست الصورة أما النوع على إقعاء
إقعاء. إقعاء هو لبا نوع، نوع والديدي أو إقعاء الكلب بالإرادة لما أقر إلا فريسته من دنا وبنان تاي ولا سنة نبيكم ولي دور من عباس رضي الله عنه. إقعاءها مركا لديدي وامدكا سلكا لوكا لديدي لبا اللو الوها اللو يعني سال لو تاجي قعمها نقولك سال الله إقرأي. هذا هو الإقعاء المذموم، إقعاء الذي كاويان سورة ولا فهم من مرينا سلكا لوكا لديدي لو يعني سال لو تاجي قعمها نقولك سال الله إقرأي. سال نوع عصو كلا ودانيال كي يأجي يا فريستان لما أقرأ. أما إقعاءهم لو قل يا وإن لبدا عربوت إن لصار بريها لبدا عربوت الوها إن بريها لصاره لو يهان لوكا سال الله سبحانه فرحان لوكا لصاره تازويانو فبلا نوع عصو كلا لبدا سجود الحورة سنة وبنانته. قال حدثنا يحيى بن معين أبو زكريا قال أخبرنا حجاج بن محمد المسيسي عن ابن جريج عبد الملك قال أخبرنا أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس أنه سمع باووسا باووس بن كيسان بن يقول له قلنا لابن عباس عبد الله بن عباس لو حكم لي في الإقعاء فبقى لو فريسنا على القدمين لبدا قمدود في السجود ما كسجود كوباتين لسجود فبقى قد حيا كورا. فقال ابن عباس وقال هي السنة وابا السنة دي سنة وهي. قال وحيو قلنا وحكم لابن عباس إنا نقول نراه وحضر كيميون آمن سنين جفار إليتها يقلف سنان يجهل بالرجل من كجري أقول الله عن صلاة يجهل قف كسوغان فدقا نوع عصو قال قف قوارنو فيه جفار وجهل أي أن أولك جري إنه جاهل لم يؤنجك أقول الله عنه حيثته يعني أولك جري. فقال ابن عباس وقال هي سنة نبيكم هي السنة ذي ومركو روى لسكوبة قبسن كري سنة من وإن كستو حوق وايتي صحابة دو سنة يرى سنة نبي بالله جيدة لكن ضد ضد قلنا هي سنة أبو بكر سنة عمر يعني عكرتها وضعيفه وإذ وضع سي يسيع الدير وكساري مجمل كيبو كساري هي سنة نبيكم نبيك صلى الله عليه وسلم نبي قال السنة دي سوي وإن فبقى على بلا سجور أمي حي يسع الله فريسته وعرين سنة بمعنى جرتوي هذا هو هذا. طيب إننا نراه جفاء بالرجل إيه بالرجل بالرجل نعم أيضا نوالا مضياء بركة حين قال إساء قف لقطة لقاها هي ولقطة إن جاءتها هي ولقطة إساء أنا لا تحامل يده ولقطة رجل وأنا حباري كريم ينور كي جري كان نوالا فضحا لكن كان كلا فضحا نعم. باب الحكوسة بسيا ما يقول وحاولها إلى رفع الرأس مركو ماذا حقره وقال من الركوع الركوع ده ركوع ما كلا يقع محالة أخرنا يا. قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن نمير وابو معاوية الضرير ووكيع بن جراح ومحمد بن عبيد كلهم أمانتوا عن نعمش بيكور من سليمان نعمش عن عبيد بن الحسن قال وحين سمعت وحامق لعبد الله بن أبي أوفى ويقول له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ركوعه إذا رفع الرأس ومكم مدحي سكره وقع من الركوع يقول وحين سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أيو ديشري نبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده مركا إمامك يقفك منفردك أيو لبدا ودا يعني مأمومك على سكوها يا ملك للي هاي وإنت الضنبولي هاي ربنا لك الحمد بس سمع الله وقدر كرا شافعي حيلي وقدر كرا وعليه إنما جعل الإمام ليتم به إمامك وقوله وكتب به سبحانه ربنا لك الحمد سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد يا مهسا. لكن رواية صوتها إذا قال الإمام سمع الله فقولوا إليه ولك الحمد. طيب إمام كله سمع الله لمن حمده بدي ما ممكن ربنا لك الحمد أقعدين النبي واقع حسين النبي صلى الله عليه وسلم فعل كيسي قول كيسي سمع الله ولمن حمده أيديك اللهم ربنا لك الحمد أذو أذو بام هذا إسكاله حمدي أبا إسكاله وصفات كذا محمود كه وناقصن عاد مضانت هاي دم مانتوت معانيه معناها قيها بضلين أياد كم مرت الحمدي سنت تكون معانت هاي من السماوات السماوات كنوجود ومن الأرض رأي نوجود ومن ماشيت من شيء بعد والله لا سماه الأرض كسر هاي أو شيء نجيب إلى وحمدي يمهد أضلي ذايوي مبارك في الحمد ويانو إلى أنت كبر بوري هاي إلى نبي عليه السلام كتب الحمير لا نحصي ثنان عليك لا نحصي ثنان عليك وقد سكست إلى حمدي سأوبد صو
أما أنت إلهي سبحانه وتعالى ما سوكوه كرتدوي. قال أبو داود الحجري قال سفيان الثوري الحجري وشعبة بن الحجاج عن عبيد أبي الحسن هذا الحديث وحديث كان ليس فيه بعد الركوع كما سقنا بعد الركوع يعديك سفيان الشبائي أورنا يان كما سقنا دعاء إني بعد الركوع أي تاي إني تاي بعد الركوع كما سقنا ما حال كيد اللي مش شايل رواية سفيان الثوري والشعبة دعاء رأينا لك الحمد رب من السماوات ومن الأرض ومن المشيط شيء بعد مين الشايل قال سفيان مكة سفيان وحوي يكذب لقيناه وحالك لنا الشيخ عبيدا شيخ عبيدا وحالك لنا أبا الحسن بعد أنت كذب فلم يقل فيه بعد الركوع مون الشيخين بعد الركوع بواخرين جري مون الشيخين لكن رواية بلانا صحيحة الشيخي بعد الركوع عايز كلا لهي دعاء لا يضع مكة ربنا ولك الحمد لله من السماوات ومن الأرض ومن الشيط بشيء بعد حمدا كثيرا طيبا وكصوم الرئيس حابه انتو لي من نبي أوقري قال أبو داود والرواه شعبة عن أبي عصمة عن الأعمش عن عبيد قال بعد الركوع وكان رواية أيضه رواية الأعمش عن عبيد قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا الوليد حاء وأخبرنا محمود بن خالد قال أخبرنا أبو مسهر أبو مزهر حاء وأخبرنا ابن صرح أبو ظاهر قال أخبرنا بشر بن بكر حاء وأخبرنا محمد بن مصعب قال أخبرنا عبد الله بن يوسف كلهم عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن ابي مسعود ابي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول وحديثري حين يقول مركو دو سمع الله لمن حمد مركو دو وحديثي اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات قال ابن امر حجري ملء السماوات وملء الارض ومن ما شئت من شيء بعد اهل الثناء يا اهل الثناء اهل الثناء يا اهل الثناء ثناها يا امانتا الله اهلك وهو والمجد ويا اهل المجد شرف إيا قيمة إيا كمال وبن الله إسكاله وإهلك وهو أحق ما قال العبد جملة معتربة أحق ما قال العبد أدونك وحي إرادة وحقني مبدا وكل ما أدمانتان لك عبد أدون بانكونا هاي لا مانع لما أعطيت إله وحاد بحسه وحمن أنكر ملاها تاسا وحقني مبدا وحادون كهضلو لا مانع لما أعطيت زاد محمود عزي هذه نقال يا أبو محمود ابن خالد ولا معطي وحب حنكر مجرت اللي ما منعته هذا الله واحد من عسنا عب حنكرت مجرت أولد مطلقة هي كمالك هي ملكك التامك هي تصرفك كونك إلهي سبحانه وتعالى بكو انتهو ذا إلهي باسكره وحوى ساقب بحيه أما بحي وحوى ساقب من عينا ومن عيه ومن عيه لو أن الناس اجتمعوا هذا تقول هذا كل مان oo insi jinnas ku kulmaan inay ku anfacaan waxa ku anfici karaan waxa ilaahay ku qoray mooyeen haddii inay dhibaan ay isku kulmaan kuma dhibi karaan wuxuu ilaahay subhanahu wa ta'ala uuna ogolaanin marka waa aqeedatu muslim wal istislam wa tafwid al amr lillah in amrina hadan ilaahay loo bandhigo rabbil wuxuu samada lagu xidmo ayaa la rabaa oo ehelo ardahan aan wax weyn loo si arkin ardahan wax weyn loo si arkin adii laakiin calaaqadaada iyo khawfkaada iyo rajadaada dhulka u noqdo meeshaas qofkaasi كبح المهاية تشويش يا عبسي مروى بابا ونقارك إذا كبقى أيه كما زول أيه لكن سمد كل حرانته وحق الله كل حرانته سبحانه وتعالى وضر يا نفع بينه حق الله كئما بعد عقيدة سناته وح الله كالصهري ووسوس يا شك يا عبسي أتكجس كجريس المجرت وإلا أقول إن سهبل بيسوي فيري يهبل بلجسوي قاري يهبل بيا أسمي يهبل بالسحري يو حامضكم مشغول سنانسا وحي جيره وإلهي الأقيه سبحانه وتعالى لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت لا ضار ولا نافع إلا الله سبحانه وتعالى ولا معطي لما منعت ثم اتفقوا وافقين لبدي الراوي ومحمود المؤمري ولا ينفع ما أنفعك رذا الجد منك أصاحبك نقالها يغينه يمالك منك حق هذا الجد مالكي زعوم طري قيامك اللي قاله حولها صلى الله عليه وسلم ووضع خيرك على مرينين حولها يجب عدد كون حولها ليه هاي تاجر بان احبا كون ترميسو جدك اووو هادين قطر السيد وكالو ويانو انا رير هبل كسو جيدا اي رير قبيل اي كذا وحبا الى يتيسك على مطرسو من بطى به عمله لم يسرع به نسبه وكي وقبن هكا سألو صعف شري حديث النبي صلى الله عليه وسلم ننكي عمل كيسا ودبنقو نسب كيسا هدو مهر مرين عيو
ku taraayaan ma jirto waa qof walba iyo amalkiisa nafsi nafsi ba taa yaa iimaan doonta nafsi nafsi marka waxa kalaas ku mashquulin ha waxa kalaas ku mashquulin yaa loo naargelin waxan waxba ku tari karin hadhow ha u caroonin dartood oo ha u dagaalin dartood oo qof ha u nicin dartood wax ilaahay subxaanahu wa ta'aala tiisa waxba kaaga tareynin oo markaad ugu baahi badantahay kaa bari noqoni ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقال بشر وحجر ربنا لك الحمد أيوه ربنا لك الحمد يا ربنا ولك الحمد يا اللهم ربنا لك الحمد يا اللهم ربنا ولك الحمد أفرت أصبع انتبه إن ربنا لك الحمد اللهم وذنين أو لك الحمد كتر بدون واو يا إنا واو رعيسه إنا اللهم ربنا تاتر هذا لك الحمد بدون واو الله تماضه يا أيضا واو لجري مقيم وادي إذا سو ربنا ولك الحمد هبك الله ذاي اللهم هذه لا صعته ولك وكم دري سيد بوله لكن في البخاري بقصة وين جاي الحافظ من حجر الرواكي بلا رجيه ومقيم وساقته حافظ من حجر ابن تيمية علماء راسي علماء السنة ابن حافظ من حجر وساقته مرة ودري شلا مرة في معرض الرد أي أساق هذا مثلا إيش راس سوتو نقاشوا لها سواب كسلا معها وأنا سيدا سو علماء إذا بتاسيكوا سعون جرين إن قف كرساء وحي وناغانا لغا قاطو وحي دي خلط آهانا لغا صحو أما لغا رديو رد جميلة ومارة بناعة وحدي سايا وحدي منين وحدي منين وذب بينا هايين حافظ من حجر وكميديا هاي علماء المسلمين تانتان أركايا كتب تألفتي لكا أو إذب بضان بكميديا حتى دو واحد ردينا هاي أسلوب قيمة بضان وهداب وآد أول نظيف نظيف يوحور رديا وعلمي الإمام الذهبي رحمه الله سأقول لكم كهالله علماء يصيرك يعني أسلوبك عجيب وياك رجل الله وكل عرب أذقيهن قاربا وحلوت المامي سيف الحجاج ولثار من حزم أي يالله السمي يالله السمي وحيالها قد كاد مارت ايه ابن حزم كتا أثري أي شيئان علماء الحكمين ابن القيم رحمه الله إنك سواء سيقول آدي آد ويهي من قيمة بضانه علم إيه حكمة إيه عقل إنا يسكوه دري طيب لكن نقاشك بكات فيه رسوح وعوقي ابن حزم وعوقي هاي افتقابك الردود إيه نقاشك إنك سواء دي الرق فرق بالا اي سهيين او سوائق المرسله اي ماشي كسوتي ماذا فعل اسكو غنايو طيب ربنا لك الحمد ولم يقل اللهم لم يقل محمود مشيغين قال ربنا ولك الحمد ايوه صغير اللهم شيغين اي ربنا ولك الحمد ولك هو الوريد بن مسلم عن سعيد قال اللهم ربنا لك الحمد ولم يقل ولا معطي لما منعت ايضا من الشيغين محمود قال ابو داود حير ولم يجي به لم يجي ما يمانين اللهم ربنا لك الحمد داسي اللهم داسي إلا أبو مسر أبو مسر بس حكيني نسخ القارب أنت قرين قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك ابن أنس عن سمي مولى أبو بكر بعضها ابن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام إمامكم ما كجر هذا سمع الله لمن حمد ما كره فقولوا مع مؤمنين يحاطر هذا اللهم ربنا لك الحمد لها فإن موافق قف وافق قوله إلي كيساسي هذا الكيساسي اللهم ربنا ولك الحمد ويجري أما لك الحمد قول الملائكة ملائكة هذا الكذا قف وافقان غفر الله وحال الله فيما تقدم من ذنبه دعا بي سيئي قولك ملائكة دائس وافقان ذنبه يسوه ورا طول دافايا ورا دافايا وموافقة ملائكة لوافقه يدعا ملائكة أولا وافقه وحاويان من علامات إجابة دعوة علامات دعاء الواجبة كمتاهي إلا ملائكته ويدعين يسايو فضل بإلهي إنه غبر يانو رحمة بإلهي إنه غبر يانو دعاء ذا أي ودان إيا دعاء ذا لما كيسوا فقام إلهي دم داف أيو يكسينا إياه يكسينا إياه نعم طيب مركا ماشي أسلي هذا ملائكته دعاء ذا إياه كجرتا أما أسلي هذا ملائكته كأقدو أسلي هذا هاي إن دعاء ذا لغبهيغو مساجد ملائكته كسوا قيب كسوا حاضرتا حلق علمك حلق ذكرك ملائكة صاحة ليرتا بارك اللي يرادو الدقاق أما الدقاق اللي يرادو ننكع مركو عيايو نبي عليه السلام وحوير فسأل الله من فضله فإنه يرى ملكا ملك بوارك ياي إلهي فضله سوي ديستا آمينتي يدو عذب مشاس يا رجال قبع ملك إنه كووه وضوه وفير الله ما تقدم من ذنبه بعلى رافا ياه ومشا إلها مركا داتك كدو عيستان آمينتا نذي يا آمينتا ملائكة إله كلمي إلها ورفي عوي وركص اللهم إله كل أمين تعالى معايلة لك يوافقان وفير له حدثنا بشر بن عمار قال أخبرنا أصباط عن مطرف عن عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي إمام عالمة أيها
إلى شم بقل أو صحابة سوق قارب نجري تابع كبير وي. قال وحير لا يقول القوم قوم كما مؤمن تابهم هايان خلف الإمام إمامك قداشيس سمع الله لمن حمد بهم هايان ولكن يقولون وحيد هايان ربنا لك الحمد وإلى هايان ماذا كاسو حوجنا يا سيدا كنت غي لكن وحا خلافي الإمام الشافعي يا أبو يوسف يا محمد بن حسن هي وهي خلافين صلوا كما رأيت من أصلي ما دام النبي سمع الله ولا من حمد ربنا ولك الحمد ولو كل وأن كل منا إنا أيها عامر الحقوق بلشان الحديث هذا صار مرة صوت اللقيبي اللهم ربنا لك الحمد ما كونه فقول ما كون سمع الله ولا حمد إن إمامك فقولوا إذا حكت بعد هذا فقولوا فإذا ترتيب يتعقب يف إذا يسابع لهن باب الدعاء دعاء الله إيمان بين السجدتين لبدا سجود لحظة فرد وفرد كمدة أركانتا كمدة علماء قار لا بقرا إنه هنا أركان إن ركن أساسي ولا نهين هنا قال لو قال لو لو ديرينين قار بقرا شافعي لا بكمدة لكن حديثك هو كل قد يهي إنه ليه هاي أركانتا كلا إلا مدي هاي كالركوع والسجود أو كرأينا يتهي أو وليب مارت أي دعاء أي لا دعي دعاء أي لا لا إيمان أيه تاني قباك الحديث كده واكم قال حدثنا محمد بن مسعود قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا كامل أبو العلاء قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي عليه السلام يقول كير هذا بين السجدتين أي في الجلوس بين السجدتين جلوس يفضل إلى بين السجود وضحي اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهديني وارزقني أيديه شري النبي صلى الله عليه وسلم ودعاني سجام عليه اللهم اغفر لي ذنوب تيدا إلا وين داف يا قابين تيدا عن قابي دمان إلين وحيا لا إله إلا دم داف كحويا إن القصور الله تيما عدو عبادة دي ضاع على تقابي سو إيا إن التعدي الله يما تو دم بكون عدو لا بلا ساقفك أي يا لودي ذا لا بلا سلودي ذا قابين ضاع على قابيو إيا إن مالة التعدي بالله صنعيه وحمانتي لقود دعوه وارحمني إلا وإن حريصو حريص تابع التابع واسعة إلى وسي يختص برحمتي من يشاء قفك الرب إلى الحريص إذا كو خاصيسا وكو خاصي إلى مركا الله الحريص تابع السي وعافيني إلى إجابت بادي وعافي بلايا إذلبا لبدا دارود با آفاتك إجابت بادي وهديني إلى وهانوني وضيقة ورسل وهانوني وارزقني إلى وأرزقه المصروف ورزق حسنة إلى وسي رزقي أسرع أنتظر وين نقوم كرتا وحين نقوم أو رزقي كميرة علمي أي كميرة وعلى تذكر أرزقي كميرة سبحانه وتعالى إلى رزقي ولكن هو علمي درجائي رزقك واسع وديوني أنت بقى حلال إسي بعض الحكومة بسني رفع النساء هوانكو كرقاري دولة إذا كنا مع الإمام هذا الإمام اللي تكان أيام أما مع الرجال روايين رسول قال مع الرجال هكذا اللي تكان أيام إنا يكر قاضان رؤوسهن مدحوا ذا من السجدة سجودة أي مدح كروا قاضان قبل رفع الرجال أنت رجع إلى مدح كروا قاضين لا ما أقوله هذه كتبة تكرايان أو رجع كتبة تكرايان وأين يقدم بيان أنت سجود سيهين وعناها مركز سجودة ككعان رجع معنا إمامك من متابعين أيان وحين متابعين أيان مع مؤمنته معنا أساس تك الله أكبر إمامك سيدا رجع كله لا فريسة معيان أي مركز ده رجع وساق عي أي كروا قاضين سينا عورض رجع أين أركن حالات يبقى جرجرته سحابة أي أوربا سيجار أود عيسى قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام السنعاني قال أنبانا معمر بن راشد الأزدي عن عبد الله بن مسلم أخي زهري زهري ولالكيس وحا أنت بلكور يا زهري ابن أخي زهري ونكر أود علي عبد الله بن مسلم نلير محمد بن عبد الله بن مسلم با زهري كوريا ذيركي بكوريا غزاو حالنا يا حدثنا ابن أخي زهري ابن أخي زهري ابن أخي زهري غزاو محمد بن عبد الله أبي عبد الله أنا وحوله زهري وأكر وحكري عن عبد الله بن مسلم أخي زهري محمد بن مسلم وزهري ولكي عن مولى الأسماء أسماء ابنتي أبي بكر مولاه دي أنا أسماء ابنتي أبي بكر قال حيتري سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي المغرى يقول له من كان قفك هذا من كل حقينك مدي أهاتا تؤمن ترميس بالله الله إيه واليوم الآخر ما أنت الدنبي آخرا مدي الرميس فلا ترفع رأسها ماذا حيث ينكر قاد حتى يرفع الرجال إلى رجع وكر قاد الرؤوس وماذا حوض سجودا كراهية عبس الله قاعد عبسنا ينعي الله معايو يا سأل لولا ياهي أن يرينها ويكو إلى أركان من عورات الرجال
رجع أوردي سير أركان عبسي إن إلا نعى يدرته وأكيد يشتري سحابي سهلها سحابة النبي أوردي تكنجرين أيوة القنطة هذا كل حري سيد عرضي وكله يعني مريض اللي قلت سوي حرين جرين لما كاسي ساق عن توي حرين جرين أيوة كم بقى يعني عرضه هذا في إذا أنتو أي كم بقى جرين أبو رأي عودي جرين 70 من أصحاب الصفة تضبط أصحاب الصفة وحان ركي ما لهم رداؤهم إنما لهم إزار إزار ير يهزقون تيا بس يقبل جرين وحر لي هذا قاع مين هي سن تضبط من أصف كجرت أصلات كريسة أو مد قاع قبل جرين وحكر إسكاب دافع على الكوك أصار مرايا رقيدة أي قبارة القنطة أو حرايا راما مارت أي قنطرايان سلاسة يا هايان رقع أيها أيها دينة النسوء بارسية يا نبينا عليه الصلاة والسلام إلهي صاحب وغرده إلهي أدورتي وإلهينا هذا الكيسيو يري كنتم خير أمة أوري وركا سوء براي إلهي كده سلاسة يكسو قاتين مركا دفاعي إيا كفاحي إيا هلغن كي إيا فافنتي دينة إلهي سبحانه وتعالى كي لنتينا جندي سيبوري دربك جاي كوي كلنا وحي وجوغين وحي عز يا شرف لهلي فتوحاض لهلي ونصر يا غوشي الهي سبحانه وتعالى وبلن قاده اي غانتودا كو قبتين هلين اي سو غارن دمانتود نو با ملح ايو ملك نقدي باب وحو كسبسن يا دورو قياب استاغ دير من الركوع الركوع دا لبا يستاغو دورو القيامي استاغ دير او من الركوع ما الركوع دا لغا كعل تاغناد وا اعتدالكي اعتدالك ودخيه الركوع ديال السجود دابا كاين الركوع لا كاعو استاغاس و تو كاهضلايا ان لا ديريو و بين السجدتين اي و دور القعود ديما كجرت ان فديق لا ديريو بين السجدتين لبد السجود حول فديق ان لا ديريو هذا ما يخالف مذهب الشافعي خلاف سنتار انتس حديث كبر كوا كان مذهب كاسغا حديثه و قرته و قاطه ضعيف و حديث صحيح ثابت ان فديق اسغا و ديري هي و سدا و اركان ديرينتيدا صلاه دال كبري قاركو القران ما اها حدثنا حفص بن عمر لا ملك الدوانت ملك الفقه لا خسنا يا مذهب اه يا ملك حديث النبي عليه السلام او وحو سو دبا اسكو هيسا وراجح يا مرجوح يا صحيح يا مو اها ثقيل كو كلا سارايا وهدي النبي يا صلاه النبي عليه السلام ان تكون برت اي واجب تهي ولكن الدوانت هي مركا ان فقه يا سو اخر شط لكن ادلدي سنا فهمت ومهم حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن الحكم حكم بن عتيبة عن أبي ليلى عبد الرحمن عن البراء البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان وقوعها سجود سجود ديسا يو الركوع والركوع ديسا يو قعود وفد ديسا يو ما بين السجدتين أي وجلوس وفد ديسا بين السجدتين لما السجود حوى فد وفرسالة وحوى هايين قريبك هو اسكدو من السواي حق إكاشا من السواي من التساوي حاجة إكاشا ويسكون دوايين يعني أنتوا نبغى سجود سيء يا أنتوا ركوع سيء يا أنتوا نبغى فرد يا أنت فرد أود حيث سجودا بين سجتين وقعوده وما ووس وما راس وهو كجرا واسك الزائدة زائدة ويان روايين قار كورنا ما قرآن أو وجلوسه ما بين السجدتين ساس يا قرآن وقعوده ذا سوى وجلوسه ما بين السجدتين فبقى فلسطين يا الله سجود حضارة كالركوع وكسجود إلى من هايين أو قريبة وسجود أو من السواء ويعني تحديد معها وهذا كرتا من كودي من يرد هي لكن هذا لما كان في رسطه وسجود دوايين هي اللوجي ذا وكي حديث صحيح كنت راي ما خلا القيامة والقعودة قريبة من السواء مركي لغر قيامك أو صلاة استاجيرة وفاتحة يقرى الله خلنا أيوه هي تحيات كفضل الله فريسنا أيوه هذا تحيات كي يدعوين كي فلي تغير من الدعاء ما شاء الله أيوه ودارين أيوه لا بد أيوه ودارين لا بد أيوه ودارين أو سجودي هي الركوع دي هي الجلوس كي ودعاء لا بد السجود لا من من قانا يسوع استاج القرآن كلا خلنا أيوه فلي تحيات كي دعاء لا خلنا لا من ما كواس أيوه كذا دارين ما خلا القيامة والقعود وهي كسر على استاج صلاة الله تعالى هي قعود كتحيات كا أنت كلا هو يسكون الدوائر هوي سجود انت سجود زي هاي ركوع ذا فبقى قول حي لبدا سجود سجود هو قريبا حال هاي من السواء قال حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد حماد بن سلامة بن دينار قال انبانا ثابت بن اسلم حميد ابن عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال انس حويري ما صليت متكن خلف الرجل من قداشيس او جزاء كقابن بضن صلاة حق صلاة من رسول الله نبي صلاة عليه السلام في تمام مع تمام في تمام مع تمام لما يستر وحيه إلى صعوته
هدانا جابين لجابي صلاة أحد كجابين بدو وكجابين بدل النبي عليه السلام ويا صلاة ده ما استرنتها أركان تهدي ركوع دي سجود دي فرق أنت يا ده وتمامه وحبوب سيسكم جرو ومع ذلك ديرانكم جرتوا واس أوجزوي صلاة كده للترن أي هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قوها إذا قال ما كن يلا سمع الله لمن حمده استاجي ركوع ده وككعي قام ويستاجر حتى نقول إله كبهنه قد أوهما قد أوهما الرواية حميد لكن رواية ثابت حميد سوري لكن رواية ثابت عن أنس في صحيح مسلم قد نسي أيو ليسر قد أوهما معنى قد نسي بركو الركوع ذي ككع وصبع الله لمن حمده يلا على النبي عليه السلام ويستاجر ها دير بس سجود أوله بنجر سجود أو تجنجر إله كبهنه شوابها المامي خابشدي سجوده وبه المعمايو استاجي قربي او كره ايوب املينا انه ولا كجيرو يعني وتغنان جري صلاه النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله ولي الحمد لك ويرها حلو marka dumaaniyanadi ya hasiloridi ihtidalka lagu xeel dheeraday ila ay saxaabadu dhahayn iyagoo degdegi oo arkay inay marka isoo nasiyaan ba ku dhacay mana halmaamina nabiga kaleey salaam rukniga sidaas u dheereeyay ثم كذب يكبر انت الله مره يسجد سجود جري مركو سبع انه استاغ كذب دعاء يا صوم الرسول صلى الله عليه وسلم لمن حمد حمدا كثيرا طيبا من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد حق ما يقول العبد كله لك عبد اللهم اللهم انا ما اعطيت ولا معطي لما ما اعطيت ينفع ذا الجد منك الجد انت صدر الله خلاص زمرت وان ضم فاتحه كما دير طيب وكان وحوها يقعد كي فريستا بين السجدتين كيك الله واكر لبدا السجود حول فضل او فرزنجري حتى نقول الى كدهنو قد اوهما سو وهمي اسموتسيس ان النسيان يا ما كدح الى كدهنو ايدنا وا ديرين جري سمارتان قال حدثنا مسدد بن مسرد وابو كامل فضيل بن حسين الجحدري ذكر حديثه احديه ابو لهب داود لبدا الشيخ حديث كود ميد كود و هو دخل في الاخر ميد كاله تداخل با كدحيا وحمد كأوليوك كنف زيادي كالكلو أزعق قليل قال وحير هذا الأخبار أبو عوانة أبو عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال وحير البراء رمقت وحان أفير صدي رمقت وحان فيري وفير أفير سأي لسعته رمقت وحان فيري أفير صدي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبي محمد وقال أبو كامل سوحي رئيسة رسول الله تداخل كوكاس رسول الله بروفير سري صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلاة القذيذي يعني صلاة دي سأفير سري بالأقوال أفعال يحركات يسكرات لرقاء قبل صلاة دي يعني سنفع روفير سري فوجدته وحانها لي قيامه وإستاقي سنبق عليه السلام كركعته وسجدته رأيته وحانها لك قيامه كركعته استاجا او تاغيهي نبي عليه السلام وحي لمدهيت كركعته ركوع ديس وسجدته سجود ديس واعتداله اعتدال كيسا ايضنا والركوع لكي استاغنا في الركعة كسجدته واعتداله واعتداله داس ومنصوبة وحي قعد فانتهي رمقت داسي ورمقت اعتداله ايام تنوفر اعتدال كيسا في الركعة ركعتي وقولها اي بعد الركوع واعتدال واعتدال كيسا في الركعة ركوع ذا او كاعتداله يعطيه اي في الركعة الركعة عادية ما واعتداله اعتدال كيسا في الركعة بعد الركوع اعتداله يعني على وجه له قيام كي استاقة والركوع ذا كي استاقة اعتدال كاسي ايضنا كسجدتي سجودي سبي لمتهاي سسال الله وضع ركعته لأن رواية مسلم بوحيلين هاي فاعتداله بعد الركوع تاسع مكة قوة ديسة فاعتداله اعتدال كيسا نلو اعتدالي بعد الركوع الركوع ده قداش هذا اعتدالي كسجدته سجود انتو سجود سيها او كريه وجلسته جلسته سي رمقت جلسته فرق نبي عليه السلام فريستي بين السجدتين لبدا السجود فرق فريستي أيها الروان في وانفير صلي
وسجدته وسجوديسي أيضا وأوفر سري ما بين التسليم سلام مقصقة وسجدته ما بين التسليم تزوله مركا وجلسته برواية كاركوت وجلسته ما بين التسليم والانصراف أيضا رواية كاركوت ساسي عديان ونصف قار صوص عطبة ماشى وسجدته ما بين التسليم ويري وحاويا وسجدته وأوفر سري ما بين التسليم وجلسته يفبجيسي ما بين التسليم مركو سلام النقصدي سلام دكبحي يوال انسرافي سو جلسي وسو قدومي انت قد عيسى يلو رفضيقا قريبا حاليهما أفير صدي إما يسكو دوائين من السوا حق عكاشا حق عكاشا ويسكو دوائين زمرت مركو حاويان فوجدت قيامه استاقيسي كرقعته أي آهات وسجدته سجوديسي واعتداء يا لمدهت واعتداله واعتدال كيسينا في الركعة أي في الركوع وكاعتدالي اعتدالك أي بعد الركوع فاعتداله بعد الركوع وكالويانه كسجدتي ليهت وجلسته يفرقي سبيل السجدتين فرقي سؤود حي لبدا سجودات وسجدته هي سجودي سي وكسر عليه ماشا مصغر قال رواية قال وجلسته أي حضيرا يعني ما بين التسليم سلام مقصد إيه والانسراف سوق الدونك أنت قد عيسى فبقى قريبا بيها ينكو اسكوده من أسا وحق إكاشا قرقوا روايكو حق قرقوا يعني واعتداله بين الركعتين فسجدته سجودي سا فجلسته فبقى بين التسليم والانسراف فبقى أوفالي صلاة سلام مقصد انسراف أنت صلاة دبك كبه صلاة مقصد كده إيه فبقى سوق الدونك دوك سوق الدومي أنت سوق الدومي حبو أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام أنت له أي حب سيجيجل والانصراف قريبا من السواء انت وسود الدوايين وهاي سود الدوايين قال ابو داود الحويري قال مسدد الحويري مسدد المسرد اسوي الرئيس ابو كامل بيسلا ورنا يا هداي لكن انت اوكد وياي ايو كو سو قاده الحويري فرقعته ركوع ديس واعتداله اعتدال كيس الركوع دو كا استاغي بين الركعتين بين الركعتين ماشي ايضا هو فيرسو بين الركعتين واعتداله اعتدالك حقابة اعتدالك اعتدالك وحوضها بين الركوع والسجود صمع ركوع ده هي السجود الحوض واعتدالك دعاء مركز ركعتين كان مانتا ومن باب إطلاق الركوع على سجود تغييبا ركوع دي سجود دي وحقوق إطلاق الركوع مركز وحوير واعتداله بين الركعتين اعتدالك واعتدالي بين الركعتين ركوع ده إيوه سجودي أو لسكو ضريبه ركعتين كما عاري من باب التقليب مكا واعتدال واعتدال كيسي وكعي بين اعتدال كحقاب عي بين الركعتين ركوع ده إيوه هو دعي سجود ده حضار ده وركعتين لسكو يروي الركوع ده بقى لقلبي لقلبي أيضنا فسجدته إيه سجودي سي إيه فجلسته فبقي سي بين السجدتين لبدا سجود ده حضار أفريستي فسجدته هي سجود اللبات فجلسته فرده وفريسته بين التسليم سلام النقصه والانصراف قدونك وصول قدونه فرده وفرده قبل سيجيه انت سوجدته وحان هري قريبا ان اسكو دوايه من السوى حق اكاشا حق اكاشا واسكو دوايه قصر هذا نبي وحيا قيامك يقعودك كأهينة حياتك انت كان متقارب واسكو دوايه قريبا من السوى وصاص والله أعلم بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.